هي جاءت بناء على النسخة توصلنا بها من وكالة هيئة تعبير القراء واحد النسخة من يعني التصميم والتهيئة خاص بحصن مقاطعة حصين ومراسلة السيد العامل اللي كانت تقول باش نديروا دورة استثنائية. فعلا قامت الدورة الاستثنائية اليوم وانتم كتشوفوا اليوم كانت دورة استثنائية وكان واحد الحضور مكثف ديال المواطنين. واخا دورة استثنائية خلينا المجال مفتوح للمواطنين رغم ان القاعة ما تسوعش داك العدد كامل. حنا ما كاينش كنا وكان كنا نعرفوا بانه المواطنين عايزوا كاملين باش نديروها في المركز الثقافي باش تدخل الفائدة عامة والمواطنين يفهموا كلش. فهو مجلس مقاطعات حصين عنده رأي، المجالس الترابية عندها رأي فيما يخص التصاميم التهيئة ككل، كذلك فيما يخص تصميم التهيئة ديال الوكالة أو الأبواب. لأن وكالة التهيئة عندها واحد نظام خاص ديالها، ذاك المشروع القانون ديالها 16.4 عندها قوانين خاصة كتمثل. احنا يعني ناقشنا في لجنة التعمير في المقاطعة وناقشنا في المكتب، خلينا بعض التوصيات. هذه التوصيات اولا قلنا لهم دي جميع الملاحظات اللي داروها المواطنين تسجيل الملاحظات تاخذوها بعين الاعتبار، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي انه كانوا في التصميم السابق كاين بعض الناس اللي عندهم غير بليس 5 بليس 3 بليس 4 بليس 12، دابا اليوم تغير التنطيق ديالهم كاين اللي ولات مساحه خضراء او زون دو بروجي. قلنا لهم لا، راه القوانين المعمول اللي فيها التعمير الا عندي شي حاجه خصك تزيدني، الا عندي امتياز ماشي تنقص ليا هذاك اللي عنده بليس 5 وكترجعو كدير لي زون دو بروجي ولا كدير له مساحه خضراء ولا كدير له تشجير ولا شي حاجه. لا، ضريتي المواطن، المواطن شويه الناس راه كيغليو، كاين شي شويه ديال الظلم ديال الحياه. عندنا بعض الدواوير شملات عده الهيكل اليوم تيقول لك لا، وكانوا كيعطيوهم الرخص. نعطيك مثلا سيكتور 7 حي الوحده، يعني وسرقنا عندك الصبره عندك النصر، لانه في عده الهيكله وفيهم الصرف الصحي وفيهم الماء وفيهم الضوء وفيهم الطريق. اليوم تيقول لك هادو حين ابعد الى ذلك بعض المؤسسات كاع ديالنا غير انزران واحد القاعه مهبطات قيل حيدوها من التصميم. حنا اللي كاين ما كيوش اللي ما كيكونش في التصميم كنعرفوا راه عايزوه الهبطه. وكاين سوق الكفاح وكاين يعني واحد مجموعه المرافق اللي هي دارتهم المقاطعه ولا الجماعه، ويوم تيقول لك هذه المنطقه هذه لا ما عندهاش فيها، يعني داروها منطقه للتشجير. وكاين بعض يعني شي حاجه كنمشي كنلقى هنا هي بليس كارت غير عاطيها الجماعه، والطريق اللي فارقه بيناتهم دايرين بليس ان ديال الفيلات. قلنا لهم لا، باش يكون حتى هذا الشارع وشارع ديال 40 عايلوز من تما، وواحد ساكن في العماره بليس كارت ليه، واحد ساكن لهاد الجي اير بليس ان في فيلات. هذاك اللي في العماره بقى يطلع هذاك الفيلات، لا خصنا يطلعوا عمارات بحال بحال. كانت واحد المنطقه اللي هي سيدي حميده ولا ساكره ولا دعلوان ولا دحيا، هذه كانت ما خرجت زون دو بروجي من الولايه اللي فاتت ما دارت فيها تحل. اليوم جاو داروا لها منطقه ديال التشجير كلها بدون استثناء، ولاو دي لا المواطن كيترجى شي حاجه وكيسول على التصميم احسن. اليوم كتخرج واحد الوثيقه اللي فيها هذيك المنطقه كلها تشجير، المواطن شويه مستاء، هو فعلا الناس باقا كدير الفلاحه وباقا، ولكن بغاو شي تصميم على الاقل على الاقل. انت لما تعطيني تصميم تهيئه فيه بني وفيه كذا، اعطيني زون ار ا فين نقدر ناخذ الترخيص ديال واحد الدويره ولا واحد الصب انا كندير الفلاحه. فهاد الناس هادو زعما شويه كاين تدمر كبير. كنت حاضره معنا وجبدوها في نقطه نظام بعض المستشارين وقلنا لهم وجبدت المراسله، وها المراسله هي عندي امامك، ها المراسله كتبت لهم عن طريق سلم الى عن طريق السيد العام، لان احنا المراسله ديالنا كنمشي عند السيد العام، العام كيسير فيها خصو كيجي يحضر معنا. حنا البارح اتصلنا احنا رؤساء المقاطعات، بطانه ما جاش عندهم، المريصه ما جاش عندهم، وحسين ما جاش عندهم. اشنو قال؟ قال ودي هذاك الشيء اللي غنصلح لكم في المقاطعات كاملين غنشرحهم اليوم في الجامعه الحضريه لسنه، لان عندنا الدوره اليوم مع ثلاثه. يكون حاضر. وما تكونش القانون تيقول ما تكونش رئيس المقاطعه بعد الا ان تكون عضو في الجامعه. انا دابا عندنا يعني فريق في الجامعه الحضريه لسنه احنا اعضاء، وهذا الشيء التوصيات اللي قالوا الاخوان في الدوره هذه الاستثنائيه ديال حصين
كلهم غنطرافع عليهم في مجلس المدينه وغندخلوا هذه التوصيه ديال الحصايب كامل باش تحيدوا لنا المسؤوليه انا الساكنه ديالنا، لان وقعت واحد الحوايج اللي هي زعما الناس شويه ضروا شويه. يعني كاين نقول لك واحد الحوايج، لانه دابا المواطن ملي تلقى ساعه دوار بعض الدوائر كانوا وحيدوه تيقول لك انا دا نزول هادو ديال زعيم الملكيه، وقلنا لهم ودي هاد الساله هادي وهاد الدوائر اللي فيهم عندهم الماء الحار صافي الصحي وعندو الماء وعندو الضوء عندو الطريق، هادو تيقول لك ودي راه حسينا بشي حاجه ماشي هي ربما غديروا لنا زعيم الملكيه. حنا كنطالبوا الوكاله تقول لهم ودي اه ماشي مشكل الا شفتوا هاد الدوائر، يعني واحد المساله اللي هي كتهم تتهم بلادنا في المستقبل، وكنطمحوا حنا لان دابا تنحسوا حنا كون عندنا واحد الاحساس الوطني كنطمحوا 2030 نشاركوا في لا كوب دي مون. وحنا هاد الوكاله الوقت اللي دارت في 2004 انا كنت في البرلمان، وسي ساهل وزير الداخليه هو اللي قدم المشروع وقال الوكاله تهيئه عمرقه، يعني عشنا بالواد هما طلعوا المناطق الاخرى مشاو جيت سيدي حميده وساكره توسعوا في هذا الشيء توسعوا وطلعوا الفوق داك الشيء، فكان شي شويه ديال حسيت براسي انه هاد الناس هادو ما كاينش احسن مني. فهاد الوكاله هادي حنا ماشي شي حاجه تزيد المنطقه ديالنا، يعني ولكن يعني ما يكونش ضرر الانسان، لان اليوم كنهضروا على مشروع برنامج التنموي الجديد الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله، وكنهضروا على يعني التنميه البشريه، وان الانسان هو صلب الاهتمامات ديال يعني ديال الدوله الاجتماعيه كما كاين يعني الحكومه اللي غاده فيها، فالانسان ما خصوش المواطن يضرب ويجي واحد الضرر، وهاد الناس هادو حاله رعب عندهم، ويسمعوا بانه راه ما يبقاوش غيحيدو كيجيو عندنا المكتب كنستقبلهم تقول لك ودي حنا يعطونا الفلوس، لا ما يعطينيش واحد البون يقول لي سير بوق نادر وسيخو بقعة تما، حيت وقعت واحد 16 حالة وخاف ما يسري على ذوك الحالات يسري عليهم، وراهم ساكن كاري البقعة ما خداهمش، ما عندنا باش يبني، الوضعية الاجتماعية خصنا نراعيها، بغيتو الدوائر اللي عتاخدو الدوائر اللي عتاخدو خوضو داروا لهم زعما داروا لهم يسار، ولكن ملي دير وتخلصوا وعطيت 3 شهور يبقى في الدوار ومن بعد يمشي يشري راسه. تعوضوا الناس يعني ماديا. ماديا. تعويض مادي. باغي الفلوس ياخذ الفلوس ويمشي يشري. هو اللي يقدر يخرج من منطقة الحصيب. سيد الرئيس انتم غدافعوا على مواطن اليوم في الجامعة ديال سلاح. يا سير عندك كما دافعنا اليوم وقلنا اليوم. كرسالة آخر هذيك المواطنين باش تطمئنهم على. حنا المواطنين شوف حنا اللي علينا كنديروا راه عارفين حنا مناضلين من 2005 من نهار اللي بدات الوكالة. وأنا نقول لك يا أختا هذاك المدير الوكالة أول مدير أنا تخاصمت معاه لحد الساعة ما كنهضرش معاه، وصلنا شناء كاع صعيب وداك الشيء واحد الوقت ما كنهضرش معاه لأنه كنشوف شي حوايج ما مقبولاش، ولكن اليوم المغرب بعد مونديال قطر شيء آخر، باش نفهموا واحد القضية أن المغرب حنا كنمشي أنا كنائب برلماني نقول لك زرت 57 دولة ملي بديت كنزور الدول، ولكن كنمشي للعواصم ديالهم راه العاصمه شنو هي الرباط، راه خصك داك لونتوراج حداها كله كيتحسب، داك داك ملي كيجي شي وفد راه تيبغي يخرج 20 كيلومتر الجنوب الشرق كيبقى يدور الشمال ديال العاصمه، حنا بغينا هاد المنطقه تكون زوينه تكون عندنا فنادق تكون عندنا ناطحات سحاب وتكون عندنا يعني ابراج وتكون عندنا كذا وتكون عندنا، ولكن ماشي على حساب المواطن، الا عنده شي واحد شي مترو عطيه ما تزيد التقليد ديالو في الارض ديالو، سيدنا راه تيقول لك نزعي ملكيه الا درت خلطوا الناس، وحنا الدوله غاده ولا الحكومه زعما كتبقى تعاود عشت واحد التجربه في الطريق السيار الناس تعوضوا ومشاو للمحكمه وتعوضوا وتضاعفت سميتو، ماشي يجي الوكاله دير لهم واحد الثمن العثار رجع للاسف هذه كاينه في القانون وكيعطيو واحد الثمن ديال 5000 ريال، راه الناس عندهم اير بليس 12 وعوضوا معاه 5000 ريال. يعني دابا هاد الناس هادو كانت عندهم اير بليس، دابا اليوم الناس اجي يا سيدي عاد جلس معايا وتحاور معايا ونبيع لك الارض ديالي. انا خلصني، انا عمال تقولش لي انا نعطيك البقعه عليه،
والله نتقي هنا ولا هنا، انا عطيني الفلوس داكشي اللي جاني وتخرج كوميسيون من دار الضريبه بحال عارفين هما كيضيعوش الناس، خرجت في حصاي ولا في الطريق السيار وما ضيعوش الناس، دار الضريبه وزاره السكنه وزاره كذا حاله كوميسيون تخرج، وانا لي كوميسيون كاملين المشرع حيد لنا من رؤساء الجامعه الترابيه سواء داخل الوردات او خارج الوردات، حنا كرؤساء ما كاينينش في هاد الكوميسيون، ولكن هذه اللجنه كتخرج وكدير واحد الثمن اللي هو معقول، ذاك راه المواطن ما خصوش يضر، والناس راه ما يدي يديها تيقول سيدي انا غيعوضني عطيني ثمن معقول ونخرج. بلا عدة المشاريع اللي كتهم بلادي ويعني السمعه ديال بلادي، لان دابا المغرب راه المغرب راه تبدل، راه حنا كنا واحد الوقت كنمشيو لعند الحكومات والبرلمانات كيعرفونا هما اللي رؤساء الحكومات ورؤساء البرلمانات كيعرفونا، ولكن الشعوب ديال ديك الدول ما كتعرفش المغرب. المغرب راه المون ديال القدر راه تبدل راه تغير، ولهذا حنا بغينا تغير المنطقه وتكون شي حاجه مزيانه ما عندناش مشكل. ها هو حتى واحد ما يضيع، لكن المواطن ما يديش رزقه الارض ديالو ما خصهاش تضيع. لا انا هذيك سمعت في الولايه اللي فاتت يعني في التصميم هذا الارض اللي عندي دابا انا والاخوان ديالي كلها تشجير، هادو ما يقول كلشي تشجير عندي، عندي تشجير وعندي ولاد عمي وعندي عائلة، عندي الوالدة ديالي كتورث مع خوتها، إلا قلت لك شي واحد العدد الهكتارات وكلها تحيدت لهم التعمير راه ما شاء الله، ولكن ما عندوش العدد، العدد عاد مسألة أخرى، ولكن كل هذا لون التشجير، والأرض هذه مع إخواتي تشجير، فراه فيها تشجير وما خليتها، حنا كنخليوها عند الناس كاع كيفلحوا كاع ما كيمشيو بها، ولكن فيها تشجير، ما عندنا تشجير، ما عندناش الأرض هذيك اللي كانت في الأول هذيك خديت أنا الرخصة، عطوني الموافقة، عطونا الموافقة لأن عندنا 9 هكتارات ونص، راه قلتها قبيلة، وعطاو واحد هذاك التكنو بوليس عطاو من الفيلات عطاو رخصة، إلا ما كانت عندك 5 هكتار من الفوق ما كتعطيش، عطاونا الرخصة يعني وافقونا وبعنا الأرض ديالنا ديك الساعة داخلة في الوكالة، باع الناس حدانا بزاف داك الشارع، هذاك الشارع اللي مزيان وداك الشيء اللي بعنا فيه رخيص، بعنا الثمن رخص كو كانت ما كانش شي وكالة أما نبيعوه. يعني 2000 درهم ما كايناش؟ ما كاين 1800 بعنا في 2013 وبعنا شوف بعنا ب 1800 حنا وجارنا براد المعطي عنده 13 هكتار باعها للشعبي باعها حتى هو باعها للشعبي وحنا بعنا في شهر واحد حنا وياك راه الشعبي خدا عند براد المعطي ولكن هذاك في شارع واحد الشارع شارع محمد بن الحسن احسن شارع والثمن باش بعناه رخيص اكيد فهمتي وكان يعني وراه دار عسى كان اقتصادي والاراضي الاخرى اللي عندي ورثتها عند ابي انا واخواتي كلها تشجير والارض اللي عند الوالده ديالي حتى هي تشجير مع خوالي اللي كان عندهم غير بليس دوز غير بليس سان ورثتها هي يعني عندهم ارض كثيره لا نقول العدد شحال هو هادشي اللي كاين اللي بغا يقول شي حاجه يقولها كيف من انا تزدت في ديك المنطقه ولكن كتعرفي الورثه هما اللي بغاو فيكم بغيتو نبيع انا كاع داكشي والحقيقه راه بقيت مشبت واحد الحصه ديالي سنوات عاد خرجت من ذاك البصره بقيت فيه شي شويه تزيد ولكن الارض اللي كاينه حاليا كلها اللي كنملكها انا وخوتي حاليا كلها تجار لا انا جيت التضامن ما يتقاش وقع المغطاه ديال الانظلام هي خرجوا من البلان هي وسوق الكفاح ما عرفتش علاش خرجوا ولكن هذيك كنظن واخا ننظروا من جهه ثانيه ما فاهمينش الناس واش مؤسسه جا سيدنا هذا الشيء انا كنعقل الا دخلتي الباعين زرا تلقى التصويره ديالي هي معطينا تسلم على الملك في القاعه كاين رانا مسلم على الملك راه ما يمكنش هاد الناس جابوا ذاك البلان بسرعه ما عارفين كنا نخرجوا على المكان يشوفوا المؤسسات بحال عموميه بحال داك الشيء راه ما يمكنش تقاس وقد يصل القاعده بالازاره في الجانب ديالها جوج مؤسسات تعليميه لا المؤسسه التعليميه ما يتخاصوش عبر انزاره شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك